رايك يا فندم في العاصمه الاداريه الجديده؟ من حيث الفكره فكره رائعه جديده حلوه، واكيد هتنقل العاصمه يعني من تكدس جوه القاهره للخارج، ده شيء كويس. بس طبعا لازم يكون في توفير وسائل انتقال وتوفير خدمات، بس فعلا تبقى ما تبقاش احنا عملنا القاهره ما وظفناش فيها الامكانيات. يعني انا هعمل عاصمه وشيء كويس، لكن وسائل انتقالات، خدمات، مرافق، ده لازم يتوفر في العاصمه الجديده. يعني فعلا يعني الموضوع يدرس جيدا، يعني ما يبقاش حاجه تصير بسرعه، لكن شيء كويس. حضرتك شايف ان دوت هيعود بايه على القاهره هنا؟ ما هو حضرتك يمكن هنفرغ العاصمه من الزحمه، يعني فعلا بقى تكدس كل حاجه في القاهره. في القاهره ده هيعمل شيء من الخلخله للعاصمه القاهرة، بقى فعلا مكان عاصمة جديدة تستوعب كل الخدمات، كل المرافق، ده هيكون شيء كويس. رأيك في العاصمة الإدارية الجديدة؟ والله هو كمشروع أو كاستثمار جوه داخل البلد هو استثمار ناجح ويحل أزمة كبيرة جدا، سواء لما ينقلوا الوزارات وينقلوا السفارات من هنا لقلب القاهره والجيزه، فيحلوا ازمه مرورية جامده. ده بالنسبه لحل كويس. غير الحل الثاني ان هم يحلوا بطاله وايده عامله كتير، وهيحلوا البطاله باذن الله. ولكن هي النقطه بس هم لما جم رفعوا الدعم، عشان هم يعملوا الاستثمار دولت لازم كانوا يرفعوا الدعم. دلوقتي لما رفعوا الدعم على الغاز وعلى الكهرباء وعلى الكلام ده كله، احنا او كواحد غلبان، بلاش انا كواحد غلبان، يدفع منين؟ لو تقترح اسم جديد للعاصمه دي هتقترحها تبقى ايه؟ نسميها الفراعنه. فراعنه؟ اه. شكرا. راي حضرتك في العاصمه الاداريه الجديده؟ هي تعمل تخفيف الازدحام في وسط القاهره، بدل ما نقعد نعمل كباري ونقعد نعمل طرق ونحط مرافق جديده وكلام من ده، دي هتخف كله، هتحس ان انت بالميزه اللي هي بتتعمل تحس بيها. انما مهما يزودوا في عدد المواصلات ومهما يزودوا في توسيع الشوارع والكباري بتلتئم مع الحاجات دي كلها. شايف انها هتسهل للمواطن؟ يمكن المصالح كلها هتتجمع في مكان واحد، شايف ان ده هيسهل للمواطن؟ هو كده كده المواطن اللي هو عربيات، كل مصلحه لها عربياتها لعمالها وكده، فاللي هيجيبه هنا يوديه هناك، وتخف الطرق هنا وتخف المواصلات هنا، الناس تحس انها عايشه وتتنفس. تمام. هتطرح اسمي ليها ايه؟ هي القاهره الجديده. القاهره الجديده. اه تمام. راي حضرتك في العاصمه الاداريه الجديده؟ والله حاجه كويسه طبعا، وان شاء الله تكون على ارض الواقع وتكون موجوده فعلا، وتكون عاصمه مميزه ومختلفه كثيرا عن المدن الموجوده في مصر. كان نلاحظ فعلا ان في عاصمه اداريه جديده في مصر، حاجه جديده اتعملت فعلا بالفعل وتكون الواقع يعني ملموسه يعني. تمام. شايف يعني التاثير ليها على القاهره هنا يكون عامل ازاي؟ والله يا ريت يعني كل ما يكون في حاجه جديده، مدن جديده، عاصمه جديده، وحاجه هتخف من الازدحام وهتخف من المرور وهتساعد على تسهيل الحياه في القاهره، حلو جدا، هيبقى تاثيرها حلو وكويس. لو تقترح اسم جديد ليها هيكون ايه؟ عاصمه المستقبل، عاصمه الامل. ايه رايك في العاصمه الاداريه الجديده؟ حاجه كويسه، هتبعد عن الزحمه. اه تمام. يعني انت شايف انها هتخف الزحمه عن العاصمه؟ اه طبعا حاجه هتخف الزحمه، ما كله في القاهره، ده انت عندك حتى المباني اللي هي فائقه دي اللي عامله مشاكل في البلد، ال 20 دور وال 30 دور. اه تقترح اسم جديد ليها ايه؟ ايه؟ تقترح اسم ليها ايه؟ مجمع الادارات. او مجمع الوزارات. انت شايف ان مكانها مناسب؟ اه مكانها مناسب طبعا. آه. بس طبعا اللي هو الناس اللي هي بقى هتبقى ظروفها ومعاش سياراتها هيعانوا يعني، فلازم هو يعني يوفر وسائل مواصلات دي عشان الناس ما تتعبش يعني، وسائل مواصلات يعني وبسعر يكون رمزي كمان يعني، ايوه عشان يقدر يحل مش يعملها. خد بالك ميكروباص اللي راح يقضي مشوار ونجر على قد حاله يصرف قد كده يعني، تبقى باسعار رمزيه. تمام. رايك في العاصمه الاداريه الجديده؟ بتشغل مشاريع كتير وبتعمل حاجات كتير. تمام. حاجات كتير قوي تعمل فيها حلو. شايف ان ده هيعود ازاي على العاصمه هنا، على القاهره هنا؟ لا هيخف على الضغط جامد. اه. جامد كتير قوي بالنسبه للجامعات وبالنسبه للحاجات الحكوميه كلها تتنقل هناك. لو تقترح اسمي ليه هيكون ايه؟
السيسي. السيسي ده افضل اسم المدينة. تمام شكرا. العاصمة الإدارية الجديدة. رأي سليم والله، أنا بحيي الفكرة بصراحة، ربنا اقترحت في المشروع الاقتصادي في المؤتمر، يعني فكرة جميلة تبقى حاجة كويسة بالنسبة لمصر يعني. شايف تأثيره على العاصمة هنا هيبقى عامل إزاي؟ تأثيره على العاصمة نفسها؟ يعني المصالح الحكومية هتنقل في مكان هتخرج بره العاصمة، أنت شايف يعني ده هيبقى العاصمة هتبقى عاملة إزاي؟ لا أنا شايف إن دي حاجة كويسة، إن كلنا لما نتجمع في مكان واحد هتبقى حاجة كويسة، والأفضل لو في فرص عمل في أي حاجة، لو توفرت لنا في أي فرص عمل هناك داخل المكان ده يا ريت، تبقى حاجة كويسة يعني. لو تقترح اسم جديد ليها هتكون إيه؟ نقدر نقول القاهرة الجديدة. أحمد شهيد.